سلام الله عليكم. هذا واحد المطار في كندا وهادو المسافرين، هذا الشهيب وصاحبه السميمر وهذا حفظ الله من الزهايمر، سميتو الخيبرة، وهذه الخطيبة ديال السميمر سميتها آفا، وهاد البنية هي وجدها وجداتها، هادو كاملين غاديين في نفس الرحلة. بقى الطيارة شوية الوقت وتقلع كيديروا في الإجراءات ديالهم. آفا مشات طبع الباسبور خونا وهو يكتشف باللي هي بنت الرئيس اللي مرشح في الانتخابات ديال الدولة. طبع لها الباسبور قدمها الغراض والبنية غادة هي وجدها الطيارة. طاح لها واحد دبدوب صغير في الطريق، دازوا من حداه آفا واللي معاها شافتو ولكن ما تسوقاتش ليه. البنية واحد اللحظة تفكرات الدبدوب ديالها، قلبات عليه ما لقاتوش، وهي ترجع كتجري تقلب عليه في الطريق، وهي تساطح مع آفا كفحات عليها القهوة. آفا وهي تعصب عليها، البنية طلبات السماحة ورجعات لبلاصتها ودارت بناقص وبقى فيها الحال. واحد اللحظة آفا وهي تجيب لها الدبدوب حيت شافتو فين كان طايح وطلبات منها السماحة حيت تعصبات عليها. وهاد الخبرة غارد كور ديال آفا جاي معاها للرحلة حاضرها، وأصلا هو الغارد كور ديال العائلة. مريحين كيهضروا وهي تقول ليه باللي حاسه بشي حاجه غدا توقع، بالاخص ان مهميتها بكسيده وكان معاها نيت الخيبره هو اللي حاضرها، ولكن ما قدرش يعتقها حيت الكسيده كانت صعيبه. الخيبره صبرها وقال لها ما ديري في راسك والو، غيكون غير الخير. وصل وقت الرحله، بداو كيدخلوا للطياره، دخل الشيباني والشيبانيه والبنيه، دخلوا تا آفا والشهاب والسميمر والخيبره وراهم، ومع الطياره خاويه. آفا قالت للخيبره احنا غادي نجلسوا اللور، خذ راحتك انت هنا. بدات الطياره كتحرك والمضيف كيوريهم تعليمات السلامه، طارت الطياره والامور في امان الله، غادين وكيتحتوا وشادين السون، والبنيه تا هي فرحانه والخيبره ما عنده قانا، والطياره غاده كيف العاده. واحد اللحظه وهي تبدا تزعزع تصاطحوا مع شي طيور غادين في السماء، بنادم في الطياره وهو يركب الرعب، ولكن طمنهم البيلوت وقال ليهم باللي مشكل بسيط ما تخافوش. واحد اللحظه البنيه كتطل من الشرجم وهو يبان لها الموتور بدات كتشعل فيه العافيه. الطياره وهي تبدا تزعزع كامله، البيلوت في هذه المره ما لقى ما يصبر، هو خاصو اللي يصبروا دابا. واحد اللحظه وهي الطير شاضيه من الموتور لصقات في الطوله ديال الطياره وهي تقبها، وبدا كيدخل عليهم البرد، وبقوه الرياح بنادم كيطير بلا جناح. ترونات الطياره والغوات. واحد اللحظه وهي تشرك الطياره من الجلب، طار منها طرف وكاع اللي قراب للفتحه طاروا بقوه الريح. كيبان لك بنادم طاير في السماء وغادي قاصد الماء. والخيبره بغى ينوض يعتق آفا ولكن ما يقدرش حيت هو القدام وهما اللور، والطياره متقوبه من الوسط، والمضيف مسكين شد بلاصته وكيتسنى الدقه، والطياره غاده طايحه بهم للبحر وكلشي كيتسنى وهي تضرب في البحر. النص ديال الركاب تقسموا بقوه الضربه، والشهب طارت ليه شاضيه من يده، ولكن بقى حي هو السميمر وآفا، والطياره غاده كتغرق بهم والما كيدخل عليهم وهما ما فاهمين والو. واحد اللحظه وهي توقف الطياره ميله، حبسها شي صخر وبقات البلاصه اللي فيها خوتنا ما دخلهاش الماء. شويه وهو يبان المضيف حتى هو باقي حي، والطرف الاخر ديال الطياره كله مرمى. واحد اللحظه وهي تخرج البنيه من الماء، عاتقها الخيبره هي وجداها، وجداها سخفانه، دار لها المضيف الاسعافات الاوليه، بقى مضارب معاها التفيقه. الشيبانيه فاقت، سولات الخيبره على رجلها، قال لها مات، والخيبره توعات في كتفه، وبقاو كلهم مخلوعين، ولكن الخيبره بقى كيصبر فيهم وكيشجعهم يصبروا ويقاوموا باش يلقاو الحل. وصيفط المضيف يجيب القراعي ديال الاكسجين اللي كيكونوا في الطياره سكور، يعاونوا بهم حيت غادي يبدا يتقاضى الاكسجين. مشى يجيبهم المضيف وهو يلقاهم بجوج خاوين، مراقبوهمش قبل ما يقلعوا. الشيبانيه وهي تفكر واحد خونا كان راكب معاهم مريض هز معاه قرعه ديال الاكسجين، مريح القدام ديال الطياره فين عامره بالماء. مشى الخيبره يجيبها، غطس غادي تحت الماء، خدا الكاسكيطه ديال الشيباني حيت وصاته الشيبانيه يجيبها ليها. وصل عند السيد المريض وكلشي ميت، حيد ليه القرعه، جاي راجع لعندهم. وصل لمنين محلوله الطياره وهو يبان ليه قرش مهور على القص كيدور، حاول يهرب ليه وهو يقصدو القرش، بقى مضارب معاه. واحد اللحظه فلت منه، وصل لعندهم، عطى الشيبانيه الكاسكيط، حط الاكسجين وهما يبان ليهم مجروح وما بغى يقول ليهم والو باش ما يتخلعوش. يلاه بغى يهضر وهو يجرو القرش، مشى الله يرحم خوتنا وهما يتصدموا، عرفوه قرش وهو يزيد يركبهم الرعب. ناضوا كاملين تخباو في بلاصه المضيفين وما بقاش همهم الغرق بوحده، دابا ولا عندهم مشكل اخر، غارقين ومحاصرين بالقروش. وملي مات الخيبره ولات الشيبانيه هي اللي كتصبر فيهم يقاوموا حيت هي مولات العقل. اول حاجه عالجات الشهاب من يده حيت هي كانت طبيبه عسكريه، جمعات لي اللحم منين مضروب
حيت موالفة بالحروب، والناس ديال الإنقاذ وصلاتهم خبار الكارثة، جاو كيقلبوا عليهم، وخوتنا حاصلين كيتسناو يديروا لهم شي حل، وكيسمعوا صوت القرش كيضرب في الطيارة بغي يدخل عليهم، والبنية مسكينة مخلوعة، والقرش بارك كيقصف الناس اللي ماتوا، وهما كيشوفوا في المنظر ومخلوعين، وكيصبروا في بعضياتهم، والإنقاذ باقين كيقلبوا عليهم وما بان والو حيت الطيارة هبطات كاملة، وخوتنا مازال حاصلين كيقلبوا على شي حل. واحد اللحظة الطيارة وهي تبدا هابطة بهم عاوتاني كتدردب في الصخر شوية وهي توقف، ولكن زادت غرقات بهم كتر، زادوا ركبهم الرعب، وبداو كيعطيو اقتراحات لبعضياتهم كيفاش يقدروا يخرجوا ويطلعوا لسطح البحر، ولكن خاصهم الماتريال، ورجال الإنقاذ باقين كيقلبوا من السماء. واحد اللحظة وهو يبان ليهم شي طروفة ديال الطيارة مشتين، وهما يهبطوا ليهم جوج غواصة يقلبوا عليهم في الماء، هبطوا كيقلبوا، وآفا كتصبر في البنية شوية، وهما يبانوا ليهم الغواصة جايين يعتقوهم، رجعات فيهم الروح، وصل عندهم الغواص يلا كيطمن فيهم، وهو يتم جاي ليه قرش من اللور، عياهم يقولوا لي عندك، ولكن هو ما فهمهمش، مع دار بغي يشوف، وهو يجروا القرش لعنده، جاي يعتقهم زعما، داروا القرش نعمة وضربوا في دغمة. ومشى الغواص مسكين عند الله، والغواص الثاني كان داخل عندهم للطيارة تاوك له القرش، ورجال الإنقاذ كيتسناو في الغواصة يطلعوا، والكيروزين قرب يسالي لهم وخاصهم يرجعوا في أقرب وقت، وديكلارا ويسيفطوا هيليكوبتر آخرى تجيب الغواصة. ومن بعد ما ماتوا الغواصة خوتنا فكروا في أنهم يستعملوا الماتريال ديالهم باش يقدروا يخرجوا يطلعوا لسطح البحر. مشى السميمر يجرب يجيبهم، طاح في الماء شافوا القرش قصده، بقى محارب يهرب، وخوتنا كيعتقوا فيه ما جاو فين يعتقوه، تطلع مقطع عليه رجله دي بانات وتاوى الشيبانية، ومشات لي رجله مسكين تأزم بزاف، وبقاو كيصبروا فيه شوية. المضيف هو يتفكر شي ماتريال ديال الغوص مخبي سكور في واحد البلايصة في الطيارة، حل آفا تمشي تجيبو، مشات كتقلب وهي تغبر، واحد شوية كيتسناو فيها وهي تبان، جابت الساك، والصميمر تزاد عليه الحال بزاف، بدا كيفقد الامل، حاولات تعتقو افا ولكن والو ما تاهو، زادوا تازموا كتر، والطياره بدات كتقسم من جهتهم، يعني غادي يدخل ليهم الماء وخاصهم يديروا حل في اسرع وقت، والقرش كيدور بهم، والماء بدا كيدخل عليهم من كاع الجويه، وقرروا باش غادي يخرجوا يوصلوا لفين كاينين القراعي ديال الاكسجين ديال الغواصه ويستعملوهم، وحده يعطيوها للبنيه الصغيره والاخرى يتناوبوا عليها كاملين حتى يوصلوا للفوق، وبداو كيلبسوا في الحوايج ديال الغوص اللي جابت افا من التحت، ولبسوا جيليات مفشوشين باش ملي يخرجوا يطلقوهم يتنفخوا ويطلعوا بهم للفوق ديال البحر. صافي اتفقوا، داروا الديبار وهما غادين، طيارة تقسمات من جهتهم وبدا كيدخل عليهم الماء، يلا غادي غطسوا. الشيبانية قالت لآفا تهلاي في البنية، أنا ما غنمشيش معاكم، غادي غير نعرق لكم في الطريق حيت ما عنديش الجاد، يعني غادا تبقى تموت. وقالت البنية سيري القدام أنا موراك باش ما تعرفش، وبدا كيغرقهم الماء وهما يغطسوا غادين خارجين. مشات آفا والبنية هما الأولين، تبعهم المضيف والشهب، وبقات الشيبانية تسنى الموت. الشهب رجع من وسط الطريق حيت ما قدرش يكمل، رجع لفين كان، دخل عليه واحد القرش كلاه تاهو. وصلات افا للقراعي ديال الاكسجين، عطات البنية وحدة تنفس وخدات هي وحدة، وصل عليهم المضيف وبدات كتناوب هي وياه للقرعة ديال الاكسجين، تنفسوا شوية وهما يكملوا. وصلوا للفتحة ديال الطيارة، افا سيفطات البنية والمضيف هما الاولين، حلوا الجيليات طلعوا، هي يلا غدا تبعهم، وهو يبان واحد القرش داز من حداها، قطعات الحس حفظها الله ما شافهاش، هربات ليه، خرجات من الطياره، تلقات الجيلي تنفخ وبدات طالعه، ضربات النص ديال الطريق وهي تبدا تغيب، وصلت للفوق مغيبه، بقات شويه وهي تفيق، كتقلب على البنيه والمضيف ما بانوش ليها، والليل والظلمه وختنا حاصله في الماء، لقات الدبدوب ديال البنيه بقات كتقلب عليهم، واحد اللحظه وهما يبانوا رجال الانقاذ ومعاهم البنيه والمضيف، عتقوهم قبل منها، لاحوا لها حبل طلعوها، قالت البنيه باللي جداتها ماتت، البنيه بقات كتبكي وبقات فيها جدها، ومن ورا هذا الشيء كامل قدروا ينجاو من كارثه اللي صعيب ينجا منها الانسان، ولكن فقدوا حبابهم والناس اللي كانوا معاهم. وهنا غادي تكون سالات القصه ديالنا ديال اليوم. كان معكم محمد الزاهي، لدعم المحتوى المرجو الاشتراك في القناه على اليوتيوب ومتابعه الصفحات على الفيسبوك والانستغرام، وكيف العاده الى عجبك البلان علاش لا شي جيم وكومونتير. نشوفو.